ويا ترى الدايت حرمان ولا مش حرمان؟ اسمع من جده اللي الزمن هده. ركز معايا، لو انت بتعمل دايت علشان تنزل دهونك من 40% ل 20%، علشان الى حد ما شكلك يبقى حلو في اللبس، هتعمل اللي انت عايزه ومش هيبقى حرمان، وهتاكل رز وهتاكل مكرونة وهتاكل عيش وهتعمل كل اللي انت عايزه، وهتقلل سكر او تمنع سكر وتدخل فاكهة، هيبقى عندك وممكن تعمل شيت ميل مرة ومرتين في الاسبوع، الدنيا جميلة الدنيا سهلة. انما لو انت بتنشف هتخش بطولات، لو انت عايز دهونك تبقى اقل من 10%، عايزها مثلا 7% 8% 6%، فلا الدايت حرمان. ومش حرمان بس، ده حرمان والتزام. وايه؟ هتتمنع من المكرونة، وساعات تتمنع من الفاكهة، وساعات تقلل ملح في اكلك خالص، وساعات لو كارب وساعات نو كارب. فعلى حسب. الدايت مش حرمان لو انت عايز تعمل شيب كويس دهون قليلة، إنما حرمان وهيطلع عينك لو أنت داخل بطولة، أو لو أنت عايز دهونك تبقى أقل من 7%، عايز جسم مطوشة. أما غير كده لا، اتعامل طبيعي. أنا ليه بقول كده؟ لأن لاقي ناس بتقول الدايت مش حرمان. الكباتن طبعا هم قصدهم الدايت علشان تنزل دهونك من دهون عالية قوي لدهون منخفضة شوية. بس خلي بالك 20% ده السكس باكس عندك مش هتبان. هي بتبان امتى؟ 14 13 10% تلاقي سكس باكس زي الفل. اكتر من كده مش هتلاقيها، هتبقى مغيمه، او ممكن تلاقي اول 4 والاثنين اللي تحت دول مش موجودين. اما بقى ال 10% وال 8%، يا سلام، ده انت هتبقى زي ما قال الكتاب، زي الصور اللي انت بتشوفها على الانستجرام. فلازم تركز هدفك ايه. خلي هدفك في الاول ان هو الدايت مش حرمان علشان تنزل من دهون عالية قوي لدهون منخفضة، وبعد كده خش تلاقي نفسك اتعودت انك تلتزم في الاكل، اتعودت انك تقطع سكر، اتعودت انك تقطع عيش ومكرونة، اتعودت على حاجات كتير قوي، وبعد كده تخش في منطقة الحرمان مش مشكلة. بس لازم تفرق ما بين دايت حرمان امتى ودايت مش حرمان امتى. والسلام عليكم.